مشاهدين متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر مرة أخرى. والصورة غنية عن أي تعليق، شارع كبير، شارع رئيسي في حجم شارع بشعيب الدكالي بمنطقة درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، كيتحول إلى ملعب لكرة القدم. هانتوما كتشوفوا عجلات مطاطية وسط الشارع، شبان في مقتبل العمر وسط الشارع كيلعبوا مع السيارات اللي كتمر من فينا بين فينا والأخرى، قاطعين الطريق عدد كبير ديال الشبان، عدد كبير ديال العجلات المطاطية وسط الشارع. واش هادو هما ملاعب القرب؟ علاش هاد الوليدات هادو ما يكونش عندهم ملعب ديال القرب؟ فين يفرغوا هاد الطاقة ديالهم؟ علاش يعرضوا حياتهم وحياة السائقين ديال السيارات للخطر؟ أسئلة وأخرى تطرح على المسؤولين، على آباء ديال هاد الأطفال، على المنتخبين. هانتوما كتشوفوا سيارة الأجرة السرعة باش دايز، هما كيلعبوا الكرة، يعني هذا الشيء خطير، خطير عليهم، خطير على الناس اللي دايزين. يعني الحب ديال كرة القدم، شو 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 من الطاكسي كان غادي يدخل في العجلة المطاطية ما شافهاش، كان لا قدر الله يقدر يتقلب ها هو عاوتاني، شو شنو دار. يعني الحب ديال كرة القدم ما يخليش بنادم أنه يغامر بحياته حتى لهالدرجة ويغامر بحياة آخرين. هانتوما شفتوا سيارة ديال الأجرة كيفاش كانت غادي تقلب، الحمد لله على لطف الله اللي انه في اللحظه الاخيره شاف العجله واستطاع انه يعني يدوز بلا ما يقيس. يعني السيارات اخرين ما كيشوفوش، اللي عنده الضو ناقص ولا اللي عنده النظر قليل يقدر يصطدم بهاد العجلات، او يقدر يحاول يهرب على العجلات ويصطدم. شوف 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 كيلعبوا مع السيارات. شوف 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 شوف, شوف. يعني هادو كيشكلوا خطر على راسهم وعلى السائقين. دابا في حالة الله يستر لو وقعت حادثة سير تضرب شي واحد، هذاك مول الطاكسي شنو ذنبو؟ ولا هذاك مول السائق العادي اللي غادي الخدمة ديالو ولا خارج من الخدمة ديالو غادي للمنزل ديالو شنو ذنبو؟ اللي إذا تضرب شي واحد غادي تعتقل، أكيد غادي تعتقل. في حالة الله يستر لا قدر الله وكانت الوفاة غادي تعتقل، ولا على الأقل إلا ما كانش الوفاة ولا شي حاجة غادي يمشي تسحب له الرخصة ديال السياقة ديالو. ولكن شكون كيتحمل المسؤولية هنايا؟ شكون من يتحمل المسؤوليه في هاد لعبات وهاد اللعب بالارواح ديال هاد الشبان؟ غادي نمشيو نزيدو باش نشوفو كيفاش ان الامور خاص يعني خاص اللي يدخل على الخط على هاد القضيه وياخذ بزمام الامور وتحيد هادشي. شوفوا العجلات قداش راه الا مشات تصطدم بها شي سائق شي سياره غادي تقلب. إلا تقلبت السيارة نقدروا نقولوا تكون الإصابة خفيفة، ولكن إلا تقلب دراجة نارية مسكين ولا دراجة عادية. هانتوما شوفوا أن الكرة كتمشي لهم الجهة الأخرى الإتجاه المعاكس، وكيخرجوا على غفلة وهما كاينين مخبيين بهذوك الحاويات ديال الأزبال. يعني خطر خطر، خاص من نتمنى بأن حتى رجال الأمن يدخلوا على عجل ويحيدوا هاد الوليدات من هاد الطريق. هانتوما شوف راه كيشوف غير الكرة كاع، ما كيشوف السيارة والجهة ولا ما جاياش، كيشوف غير الكرة. هانتوما شوف هادو راه ولاد الله يستر، لا قدر الله لو وقعت شي حاجه راه ولادنا، راه حشومه زعما. هاد الناس مغامرين براسهم ومغامرين بالسائقين اللي كيدوزو من هنا. شوف شوف نتمناو حتى رجال الامن ديال المنطقه الامنيه ديال الفيدا انهم يدخلوا على عجل ويحيدوا هادشي، زعما عيب هادشي يبقى. اي واحد هنا تقاس راه تقاس، غادي تقاس اسره مغربيه. الله يسك، الله يحد الباس، الله يهدي مخرق. نتمنوا بان هذا المباشر يوصل للمسؤولين ديال منطقه الفداء من السلطان، سواء المنتخبين باش يفتحوا ملاعب القرب لهذا الشبان، او المسؤولين ديال الامن ديال الفداء من السلطان باش يدخلوا على خط هذا العبث ويحيدوا هذا الشبان. اكثرهم قاصرين او مراهقين، يحيدوهم من الشارع لانهم كيعرضوا حياتهم وحياه السائقين للخطر. وهذه ظاهره كنشوفوها كتكثر في رمضان، نقدروا نتقبلوها في الاحياء، نقدروا نتقبلوها في الاحياء، اما في الشوارع الرئيسيه بحال هذه
راه ما يمكنش تقبلها، ما لا يمكن باي حال من الاحوال انك تقبلها. ومازال غادي نستمروا في هذا المباشر ديالنا وغادي نشوفوا بان مازال كاينين، ها انتم ها شارع اخر، ها هو شارع رئيسي حتى هو فيه الكره. يعني نتمنوا بان المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ويدخلوا على الخط هاد العبث وياخذوا الامور بجديه قبل ما توقع شي كارثه لا قدر الله، شي سياره، شي سائق متهور ديال شي سياره او ديال شي شاحنه او حافله ويرزينا كيف كنقولوا في شبان في مقتبل العمر، لان الا ضاع اي واحد منهم راه ضاع مغيبي، ضاع خونا، ضاع ولدنا، ضاع ولد ختنا، ولد خالتنا. حنا كنا الحمد لله ما نبغيوش شي واحد اللي يتقاس فينا. اذا هادو الا كان ما عندهمش العقل، لان هذا الشبان الا داز واحد 10 سنين ولا 15 عام وتقول له واش تلعب هنا في الشانطي وتغامر براسك، يقول لك لا واش انا مصطيك. اذا راه هاد الساعه هاد الشبان راه باقي ما كاملينش في العقل ديالهم. لهذا الناس اللي كاملين بعقل ديالهم ومسؤولين خاصهم ياخذوا الامور بجديه ويتدخلوا من اجل عدم الوقوع في حادثه اللي تؤدي الى كارثه او فاجعه باحد مدننا المغربيه. وهنا كنتكلموا على شوارع ودروب ومنطقه درب السلطان فيدا بالعاصمه الاقتصاديه. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، نلتقي في مباشر اخر. كيف العاده كنقول لكم حنا باقيين معكم، بقوا معنا، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.